السنوات الأخيرة وصلنا إلى تغطية جغرافية شبه كاملة من حيث عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم الجغرافي على كامل مناطق الوطن. هذا من جهة، من جهة أخرى تعززت مصالح الطب الشرعي والمخابر، مخابر الشرطة العلمية للدرك الوطني وللأمن الوطني بتجهيزات حديثة تمكنهم من تحسين أدائهم وبالتالي من تقديم قيمة مضافة نوعية للملفات القضائية. أولا طرقنا حول نشأة الطب الشرعي وكنا قدمنا الأستاذ يوسف مهدي كأول طبيب شرعي جزائري كيفاش كان عنده الفكرة باش يكون جيل من أطباء شرعيين، وعطينا الأرقام أن الجزائر بعيدة وبعيدة جدا على كل الدول المجاورة حول عدد الأطباء الشرعيين اللي يشتغلوا في المؤسسات الصحية، وهذا تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، وكل المنظمات الحقوقية تقول أن الطبيب الشرعي يعمل في المؤسسات الصحية باش تكون الحيادية بالنسبة لضحايا العنف أو لما نديروا عمليات تشريح.